الوضع في تونس مقلق، فما تعيشه البلاد بمثابة إرهاب مرورية، هكذا وصف رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية بلال الونيفي الوضع في تونس، حيث تم تسجيل 3821 حادث مرور منذ بداية عام 2024، أسفرت عن وفاة 818 شخصا وإصابة 5363 آخرين، من بينهم أكثر من 11% يعانون إعاقات دائمة. الونيفي أكد في تصريح إعلامي أن الوضع كان أسوأ عام 2023، حيث بلغ عدد الحوادث 5800 حادثا أودت بحياة 1216 شخصا، ما تسبب في خسائر اقتصادية تجاوزت 1200 مليون دينار. وتعود أسباب الحوادث إلى عوامل بشرية بالإضافة إلى تدهور حالة البنية التحتية مع تفاقم الوضع في قطاع النقل العمومي بسبب غياب الردع الكافي على الطرقات، وهو ما يستدعي ضرورة تبني تكنولوجيات حديثة لرصد المخالفات واعتماد المراقبة الذكية، مما قد يسهم في تقليص الحوادث بنسبة تصل إلى 50% خلال 3 سنوات. وهناك جهود لمراجعة التشريعات المتعلقة بالدراجات النارية تشمل إلزام أصحابها بتسجيلها رسمياً وفرض ارتداء الخوذة، مع أهمية تعزيز التوعية المرورية وإدراج التربية المرورية في المناهج التعليمية.